الشمس يوم 30 رمضان. السماء غريبة فعلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الشمس 30 رمضان، الجو السماء واخدة لون غريب جدا. اللهم انك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا الله. لا اله الا الله. في سحب غريبه جدا جدا، الجو دي شمس صباحة يوم 30 رمضان. طلعة مختلفة عن أي يوم، عن أي يوم فعلا، مختلفة عن أي يوم. لا إله إلا الله. حتى السحب مختلفة تماما عن أي يوم بهذا الشكل. ده السحب عاملة ازاي حوالين الشمس. سحب السماء شكلها عامل ازاي حوالين الشمس، عاملة زي موجة بحر. لا فعلا غريب عن كل يوم. في غيوم، نسبة غيوم كبيرة. لا إله إلا الله. نسبة غيوم كتيرة جدا جدا. مختفية الشمس. شمس صباحة يوم 30 رمضان. أول ما طلعت قرص أبيض ناصع، في غيوم حواليها جامد كثيف. شكل السماء مختلف تماما تماما عن كل يوم برضو. شكل احنا شايفينه ده لا اله الا الله. ما زالت برضو الشمس في غيوم قدامها مخبيها، مخبي الشمس نهائي نهائي، الشمس مستخبية.
الغيوم دي مخبية الشمس تماما، شكل السماء مختلف تماما، عامل زي امواج البحر، السحاب عاملة زي موج البحر. لا إله إلا الله، السماء عاملة زي موج البحر. دي شمس يوم 30 رمضان 2020. لا إله إلا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. الشمس اختفت تماما، الشكل اللي احنا شايفينه ده مقرب عليها. دي السماء مش موجة بحر، دي السماء، دي السماء يوم 30 صباح 30 رمضان 2020. لا إله إلا الله. شمس 30 يناير رمضان 2020. الشكل اللي قدامنا شايفينه، لا إله إلا الله، السماء عاملة زي موجة بحر.